حجز الاستمارات بدأ من يوم 23 ابريل لغاية يوم 23 مايو، ده بالنسبة للاستمارات. التقديم من يوم 3 مايو لغاية يوم 31/5، ده بالنسبة للدفع النقدي للفلوس اللي هو 925. في نوعين من الكراسات، كراسات تسليم 3 شهور تحت التشطيب، وفي كراسات تسليم تحت خلال عام. الإقبال زي ما أنت حضرتك شايف كبير. والله إحنا جينا سحبنا كرات الشروط ب 50 جنيه. هي بس المشكلة في حاجة واحدة، إن هم حاطين زي مقيدنا كده، يعني لازما 1000 جنيه. لازما المرتب بتاعك ما يقلش عن 1000 جنيه. طب أنا مرتبي، أنا لو مرتبي أزيد من 1000 جنيه، ما أنا إيه اللي يخليني إن أنا أروح أحجز شقة؟ طب ما أنا قادر كده. صح ولا لأ؟ بس فهي بس قصة ال 1000 جنيه ديت، أنا مرتبي 875. طب أيوه هقدم إزاي بقى؟ كده ما اخدش شقه يعني مثلا؟ انا جيت سالت هنا في البوسطه، قالوا لي ان في كراسه الشروط ب 50 جنيه. وطبعا جيت اشتريت الكراسه ب 50 وكتبت البيانات بتاعت ابني، هي لابني مش ليا. والحمد لله كتبت يعني كتبت البيانات الكراسه وقدمتها، طلبوا مني 9145 جنيه. وقالوا لي كل 3 شهور 4000 جنيه. وعلى 20 سنه كل 7%. 7% كم بالظبط؟ لا مش عارف يعني. الام 350، كاتبين 350 في كراسة الشروط على 20 سنة. هو انا اشتريت كراسة شروط ب 50 جنيه من مكتب بريد، والامور كويسة، مشغلين اكتر من شباك ومتاحة، ما تعبتش في ال، لا ما فيش اي مشاكل بالنسبه ل... لا لا هو ادفع 9145 وبعد القرعه ما ترس عليا بكملهم 30000 او من 25 ل 30000 والقسط على 20 سنه.